لقصص القرآن ترياقها الشافي تدعو بني الإنسان للمسلك الصافي لقصص القرآن ترياقها الشافي تدعو بني الإنسان للمسلك الصافي قد قصها الرحمن في محكم التبيان ليثبت الإيمان وننهج الإحسان فصغوا لها دمعان يا أيها الثقلان يا أيها الثقلان. الحمد لله مكرمنا بإيضاح الحقائق وبيان معالم حميد الطرائق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الخالق، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير الخلائق. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وجميع أنبيائك ورسلك وآلهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان. أما بعد، فإن في تأمل القصص الحق عن الله تبارك وتعالى أسلفنا ذكر الحق تبارك وتعالى للملأ من بني إسرائيل وطلبهم أن يبعين لهم النبي ملكا يقاتلون في سبيل الله بعدما حصل عليهم، وأنه عين لهم طالوت ملكا بأمر الله سبحانه وتعالى، وأنهم نازعوا بعد ذلك في صلاحية طالوت للملك وذكروا حيثيات ورد عليهم ذلك والنبي، وأن الله يؤتي ملكه من يشاء. وفي هذا قالوا من كان يطالب أهل الخصوصية بالكرامات الحسية ففيه نزعة إسرائيلية، فإنما الكرامة الاستقامة، وإنما الكرامة الثبات على منهج الحق تعالى في الظاهر والباطن. فيكون عند أرباب الصدق واليقين اعتراف بالفضل لذوي الفضل، ولا يسلم أهل الرعونات إلا بآيات ودلالات، ومع ذلك لا يسلمون من إساءة الظن. يقول تعالى: وقال لهم نبيهم من آية ملكه خذوا علامة وخذوا آية بينة، إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت. تابوت صندوق، ما قصة التابوت؟ التابوت هذا صندوق كما نص القرآن عندنا، كان فيه بقية مما ترك آل موسى وهارون، يعني موسى وهارون، وفيه سكينة من الله، يعني طمأنينة للقلوب وارتياح للأرواح. كان التابوت معهم وفيه البقية، وبعد أن بدلوا وغيروا وسلط عليهم الظلم من قوم طالوت ومن معه من العمالقة فقاتلوهم، في بعض قتالهم أخذوا عليهم التابوت الذي كانوا يحضرونه معهم. لما يحضرون التابوت؟ هذا التابوت ذكرنا ما نص القرآن على ما فيه، وقيل أن فيه أمور، قيل أن فيه صور الأنبياء، أن الله أنزله على آدم حينما اشتاق إلى رؤية الأنبياء من ولده، فأنزل إليه صور الأنبياء في ألواح وجعلها في التابوت، وبقي يتوارث مع الأنبياء حتى وصل إلى إبراهيم، حتى وصل إلى النبي موسى. ثم إنه كان يضع التوراة فيه النبي موسى، ثم إنه كان فيه البقية التي أشار الحق إليها، وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون كانوا فيه رضاض من الألواح لما تكسرت وألقى الألواح
وأخذ برأس أخيه يجره إليه، كذلك كان فيه نعلان لسيدنا موسى، وكان فيه عصا موسى، وكان فيه عمامة هارون وعصاه أيضا، فكانت تلك مجموعة وسط هذا الصندوق والتابوت، فكانوا يقدمونه معهم إذا خرجوا للقتال والجهاد كالذين يستنصرون الله به، وكانوا تنزل عليهم السكينة ما دام بينهم وما دام موجودا عندهم، وكان الحق ينصرهم، فلما خالفوا وبدلوا وغيروا وسلطة ظلم عليهم أخذوا التابوت أيضا فغيبوه من بينهم، وحزنوا على التابوت ومضت السنين وصاروا يقاتلون بلا تابوت ونقصت عليهم الطمأنينة والسكينة، وكان ينصر الأعداء عليهم في كثير من مواقفهم كما ذكروا، وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فجعل الله العلامة على أنه اصطفى طالوت هذا وجعله ملكا لهم أن يعود التابوت، وكيف يرجع وهو بأيدي القوم الذين قاتلوهم، لم يقر لهم قرار وهو بأيديهم، ودفنوه في وضعوه في بعض أماكنهم، ثم كان ما كان من أمره إلى أن انتهى الأمر أن تحمله الملائكة كما ذكر الله وترده إلى يد طالوت هذا الملك الجديد في بني إسرائيل ليقوم بالقيادة في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فعاينوا التابوت اهتزوا لذلك وعلموا صدق اختيار الله تعالى للنبي للملك طالوت أن يكون ملكا عليه. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه علامة أن الله اختاره ملكا عليكم أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم طمأنينة لكم وتنزل للهمة والنهضة في قلوبكم وزيادة في الإيمان، فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان جالسان وأمامه قوم كانوا يذكرون الله أن رفع رأسه ثم طأطأ رأسه ثم رفعه، فسئل فقال هؤلاء القوم الذين يذكرون الله نزلت عليهم السكينة تحملها ملائكة، فلما دنوا منهم تكلم أحدهم بالباطل فرفعت عنهم. يقول سبحانه وتعالى فأنزل السكينة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وفي الحديث الصحيح أنه قال للصحابي الجليل أسيد بن حضير وقد كان يقرأ سورة الكافي وإذا بغمامة تنزل من السماء وفيها مثل السرج فنفرت بها الخيل فقطع قراءته، فقال له تلك السكينة نزلت القرآن، لو مضيت في قراءتك لأصبح الناس ينظرون إليها. صلى الله عليه وسلم في هذا يقول فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. وفي هذا تمجيد من الله لهذا التابوت لهذا صندوق وما فيه من البقية، وفيه تعظيم الآثار خصوصا إذا اتصلت بأرباب الدين والهدى بالأنبياء بالصالحين من عباد الله تعالى، بقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، الملائكة تحمل هذا التابوت إكراما لما فيه وآية لملك طالوت، وفيه بلا شك تعظيم الآثار وإنزالها منزلتها من الإجلال والاحترام. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة،
يقول سبحانه وتعالى إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، يكفيكم هذا ما إن كنتم أهل إيمان وتصديق. يقول فلما فصل طالوت بالجنود آمنوا وصدقوا أن الله اختاره عليهم وأنهم يقومون الآن بالواجب، وهذا التابوت قد عاد فليخرجوا معه. فلما فصل طالوت بالجنود وذهبوا للجهاد تعرضوا للعطش الشديد، فعطشوا ولا ماء حتى أقبلوا على نهر. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، في قراءة بنهر، ماء عذب يروي الظما لكن لا تشربوا. قد اشتد بهم العطش واحتاجوا إلى الماء ويقدمون على الماء ولا يشربون، فلا تشربوا، فمن شرب منه فليس مني إلا من اغترف غرفة بيده، رخصة في غرفة واحدة، من زاد على الغرفة ليس مني. فكان كمال الاختبار كمال الابتلاء، والأصفياء إنما يكونون الأقل ولكن هم الأجل، وقليل من عبادي الشكور يقول الله تبارك وتعالى، فأرباب الخصوصية والمزية قليل ولكنهم هم أهل القدر الجليل. يقول سبحانه وتعالى فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني. وكان الاختبار الآن الثاني لتصفية الجنود وليخلص فيهم الصادقون الأصفياء المعظمون لأمر الله الباذلون من أجل الله، فبهم تكون النصرة وإن قلوا. فكان الذي معه ألوف ولكن الذين ثبتوا ولم يشربوا عند العطش من ذلك النهر 314، لم يبقى إلا هؤلاء. فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فظاهر الأمر أن رد الأعداد الكثيرة في وقت حاجة لمجاهدين ولمقاتلين يسبب الهزيمة، لكنه في واقع الأمر وحقيقته يسبب النصرة، أن يخلص الخلص يكونوا هم وحدهم في الصفوف يكون أقرب لنصرة الله تبارك وتعالى. قال تعالى ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبتم وبليتم مدبرين. وفي هذا معالجة لقضية تفكيرية، الكثير يفكر في العدد وفي العدد وينحصر في ذلك وكأنه كل شيء، قل أخرج من عقلك وبالك هذا، فإن العبرة بالوصف والحال وبالكيفية وليس بمجرد الكم. يقول فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه. شربوا كلهم لما واصلوا عند النهر معهم خبر سنقدم على هذا النهر فلا يشرب أحد منكم، من شرب ليس مني. بمجرد ما رأوا الماء وهاج شوقهم من شدة العطش أقبلوا يشربون ولم يبالوا بالأمر، فلم يبقى إلا هؤلاء 313. هؤلاء منهم من لم يشرب أصلا ولم يهج عند روية الماء ولم يضعف أمام شدة العطش، فرواهم الله تبارك وتعالى وهنأهم. ومنهم من كان أقل درجة أخذوا غرفة واحدة ولم يتجاوزوها، فكانوا هؤلاء الدرجة الثانية. ومن أهل الدرجتين تكون الجيش، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما عد الجيش الذي معه في ذهابه إلى بدر وجدهم 300
13 قال إنها عدة قوم طالوت الذين جاوزوا معه النهر فرح بذلك موافقة العدد للعدد وحق لهم النصر أيضا. وكان النصر عظيما في بدر وكان يومها فرقان فرق به بين الحق والباطل وكان فصلا وكان دخول في عهد جديد لظهور الحق في العالم من يوم بدر وسماه الله يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فهؤلاء عدة قوم طالوت القليل الذين قال عنهم فشربوا منه إلا قليلا منهم فبقي هذا القليل على الثبات فكانوا سبب النصرة. وأنزل الله تبارك وتعالى عليهم السكينة وأيدهم وقتل داود جالوت كما سيأتي في هذه الآيات الكريمة. فبين الحق تبارك وتعالى أن العبرة ليست بالعدد ولا بالكثرة ولكن كيف الحال مع الله تبارك وتعالى، ماذا يستحق النصرة وماذا لا. ولذا كان يكتب سيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لأمراء الجند ويقول لهم إنما تنصرون بطاعتكم لله ويخذل عدوكم ويهزم بمعصيتهم لله فإن عصيتم الله صرتم مثلهم فانقطعت عنكم نصرة الله فيغلب منكم من كان أقوى ومن كان أحسن إعدادا وأكثر عددا. ولكن إذا كنتم المطيعون لله وهم العصاة فلكم النصرة عليهم ولكم التأييد من قبل الله جل جلاله وتعالى في علاه. كل ذلك يبين لنا هذه الحقيقة في أنه ينبغي أن نعد العدة في شأن الصلة بالله وأن نطلب النصرة من هناك وأن نطلب النصرة من وجود الأتقياء ووجود الباذلين وبوجود المتحملين للمشاق من أجل الخلاق. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني أيها العطشان الظمآن الحريص على شرب الماء لا تشرب هذا الماء ولا تشرب لنرى صدقك لنرى مقدار محبتك للرب جل جلاله. أيغلب عليك محبة الرب أم محبة النفس التي اشتهت الماء في هذا الوقت واشتد عطشها إليه. فلما تميزوا قال الله أنتم القليل اذهبوا. فهم الذين قاتلوا وهم الذين نصرهم الله جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا نعلم عظيم المنة على الله عظيم المنة من الله على خلقه بصدقهم معه وبث نور الإيمان في قلوبهم. مرأ الله قلوبنا بالإيمان ورزقنا المتابعة للقرآن ومن أنزل عليه القرآن وجعلنا مستبصرين بقصص الحق نقتدي برسول الله في السر والإعلان. أكرمنا اللهم بذلك وانصرنا وأهل الحق والهدى في جميع أقطار الأرض نصرا عزيزا مؤزرا. وادفع عنا يا مولانا شر أهل الشر ظاهرا وباطنا والحمد لله رب العالمين. لقصص القرآن ترياقها الشافي تدعو بني الإنسان للمسلك الصافي. لقصص القرآن ترياقها الشافي تدعو بني الإنسان للمسلك الصافي. قد قصها الرحمن في محكم التبيان ليثبت الإيمان وننهج الإحسان. فصفو لها دمعان.